هلا اذا بتتذكروا لما اطلعنا على ترافلينج سيلزمان بروبلم، زي ما حكيت الترافلينج سيلزمان بروبلم هي من اشهر مسائل الاوبتمايزيشن. ترافلينج سيلزمان بروبلم، في عندي نمبر اوف سيتيز، اي سيلزمان ولا سيلز وومن، خلينا نفترض انه في عندي سيلزمان رجل مبيعات يزور عدد من المدن بشكل متتالي، عددها ان، ما بده يزور المدينه مرتين، بده يرجع ينتهي بنفس المدينه اللي بدا منها حتى يرد والهدف طبعا الكوست فانكشن ان ذا فور شورتز. ها هدفنا انه نزيد. طبعا هون الترتيب لاحظوا هي ملاحظات على هاي على الترافلينج سيلزمان بروبلم. اوردر از امبورتنت، يعني اني ازور A B C D يعتبر از ا ديفرنت اوبشن. مضبوط، هدول تو ديفرنت اوبشنز. ما بينفع اني اقول اني زرت المدينه A وB وC D او B C A D. الترتيب هون مهم، راح يعطيني ريزلت مختلفه. في عندي طبعا فانكشن في كل الاوبتمايزيشن، دائما في كل فكره الاوبتمايزيشن لازم يكون في عندي اوبجيكتيف فانكشن، بس بالجينيتك احنا سميناها فتنس فانكشن. اذا دائما لازم يكون في عندي اوبجيكتيف فانكشن عمالي بحاول اعملها مينيمايزيشن. اوبجيكتيف فانكشن، الاوبجيكتيف فانكشن سم تايمز بتكون سنجل فاريبل واحيانا بتكون مالتي فاريبل. اذا في كل مسائل الاوبتمايزيشن لازم يكون في عندي اوبجيكتيف فانكشن. بالجينيتك سبيسيفيكلي احنا بنسميها فتنس فانكشن لانها بتتناسب مع التعابير اللي بنستعملها والفريم ورك اللي عم نفكر فيه بالجينيتك، انه عندي فتنس الاصلح او المناسب اكثر لبيئته، او اوبجكتيف فانكشن بشكل عام في كل فكره الاوبتمايزيشن. الترافلينج سيلزمان بروبلم من اشهر البروبلمز في هذا المجال. وبتتذكروا حكينا لو بده يبدا، لو عندي انا مثلا ان سيتيز راح يبدا فيرست اوبشن او فيرست سيتي، بيقدر يبدا من اي سيتي، بيقدر يبدا من اي مدينه بده اياها. فيرست سيتي راح يختار واحده من الان، مش هيك؟ فراح تكون كم اوبشن عنده؟ ان اوبشنز، مش هيك؟ مظبوط. هلا بعد ما راح على المدينة الأولى بغض النظر أي مدينة، شو صارت الأوبشنز اللي ظلت عنده يختارها بعدين؟ N minus 1. وبعد ما صار رايح أول مدينتين بالسيناريو هذاك، شو ضل له مدن يختارها؟ N minus 2 لحد ما يوصل 1 واللي هي بتساوي N factorial. تذكر قلت انه هاي البروبلمز هاي طبعا it increases exponentially، الزياده بتصير بالاعداد هون طبعا مش polynomial exponentially، فبصير عندي بزياده n بنلاقي number of possible solutions. عدد ال possible solutions في البدايه رح يكون قليل طبعا، لو كانت n 2 ما فيش عندي غير 2 options، مش هيك؟ ايش هم؟ يا بزور a وb او بزور b و إذا كانوا ثلاثة رح يكون عندي ستة، لسه الأعداد قليلة. لما بدأ يزيد الأعداد معي رح ألاقي إنه هذا السولوشن طبعاً it goes up exponentially. With N. ولذلك بصير حل هاي المسألة بإني أعدد كل البوسيبيليتيز، يعني إحنا في برنامج الكمبيوتر بإمكاننا نحط برنامج مش هيك؟ لوب، نستد لوب ونستد N تايمز. وتطلع تفتش وتفحص كل هذا، وكل ما لقت سولوشن هو احسن بتحافظ عليه وبعدين بتقارنه بالسولوشنز اللي بعدها، مش هيك؟ احنا ممكن نعمل، ممكن اجي اقول انا راح اضل اغير اجرب، كل ما بلاقي سولوشن هو احسن سولوشن لحد الان راح احافظ عليه،
رح حافظ على تفاصيله والرقم اللي حطت اعطاني اياه الفتنس فانكشن، وبعدين بجرب سولوشنز ثانيه. اذا وصلت سولوشن جديد كان اعطاني شيء احسن من اخر بيست سولوشن، برمي اخر بيست سولوشن، بحافظ على السولوشن الجديد وهو بكون بدله وبكمل بالطريقه هاي، مش هيك؟ ايش المشكله بس عندي في هاي الكلاسيكال سيرش ميثود؟ انه عندي هون رح يصير شيء خيالي جدا لا يمكن حله. وهون احنا بناكد ليش الارتفيشال انتليجنس ميثودز او هاي مودرن ميثودز من هون احسن او بتحل مشاكل ما كنا نقدر نحلها بالكلاسيكال تكنيكس. الكلاسيكال تكنيك اللي هو اكزوستيفلي اني افتش على كل السولوشنز اللي موجوده خلص بفشل هون، بنهار السيستم. فصار عندي بدي طريقه اسرع بزمن، واحيانا هذا ممكن يكون ريل تايم كنترول، يعني مش بس انه انا عندي ساعه او ساعتين احل، احيانا انا بدي اتخذ القرار خلال 200 ملي سكندز او 300 ملي سكند. اذا كانه هذا في ريل تايم كنترولر، بقدر احط جينيتيك كنترولر، جينيتيك الجوريثم كنترولر في ريل تايم بستطيع، لكن مستحيل اني اقدر احل هذا السولوشن ان ريل تايم مثلا خلال 1 سكند او خلال هاف سكند او خلال 20 ملي سكند. ولذلك الجينيتيك الجوريثم مثلا نجحوا انهم يحطوهم في ريل تايم كنترولرز، لانه صار بامكاني المساله اللي ممكن كانت تاخذني شهرين حلها بالكلاسيكال مثل صرت اقدر احلها ان 200 ملي سكند، 300 ملي سكند، 500 ملي سكند، اقدر احلها واطلع. هو مش متاكد انه اوبتيمم، بس اتس فيري نير اوبتيمم. ما في شيء بقول لي 100% بالجينيتيك الجوريثمز انه هذا السولوشن هو اوبتيمم سولوشن. اوكي ماشي واضح هون؟ اذا نعم تفضل. بس انا مش فاهم يعني علاقه حركته بين المدن، كيف بعبر عنها بعلاقه المضروب؟ تمام اوكي. طلع هلا عندك هون، نفترض عندي مدن، هاي المدينه سميها A، هاي مدينه سميها B، وهي مدينه سميها C، وهي مدينه سميها D. خلينا ناخذ اربعه اوكي. لو انا جيت قلت لك اعطيني هلا انت اقترح لي مثلا، اقترح الطرق المختلفه شو ممكن. انا جيت قلت لك هاي السياره، احنا بدنا نروح مثلا بدنا نصف في مدينه معينه السياره، وبعدين راح ناخذ باصات بين المدن هاي، راح نترك سيارتنا في المدينه الاولى اللي رحنا عليها، راح انت ناخذ الباص من مدينه لمدينه، والوقت هلا يا بتشتغل على الديستنس يا بتشتغل على التايم. احنا مفترضين انه الاثنين بقدر احول من واحد للثاني، يعني يا بتقول بدي اخلص بعشر ساعات، او بديش اقطع مثلا بدي اخلص يعني بدي الزمن اعمل له مينيمايزيشن عدد الساعات هاد، او المسافه اللي بمشيها بدها تكون مينيمايز. انت اقترح لي هلا شو احد الحلول الممكنه، شو احد الاوبشنز الممكنه تعملها مثلا بالنظر اعطيني اوبشن بالنظر انت بتعتقد انه يمكن يكون اقصر طريق. تمام، يعني ممكن انت اجيت اقترحت اللي قلت لي هاي A B، وايش بدك C مثلا بعديها، منطقة مش راح تروح على بدك ترجع على A كمان في النهاية، ف A B C D مثلا اوكي ماشي. فاجينا قلنا هاي هذه من هون هيك وهيك وهيك، وراح ارجع في النهاية هون. بس لو انا اجيت اعطيتك سولوشن ثاني مثلا او خمس مدن صاروا، زي هيك هاي A B C D E، اعطيني هلا كمان سولوشن بالنظر. مثلا ممكن تقول لي A B، ايش بدك تروح C؟ C بعدين E، C بعدين E، E F D، وبعدين ترجع ل A. اوكي ماشي. هلا كم واحد من هدول ممكن اني اطلع؟ كم انت طلعت مثال، هل هذا المثال الوحيد اللي كان ممكن، هل هذا الحل الوحيد؟ كم حل كان ممكن تعمل انت في حاله ال A B C D؟ لا انا بدي امشي معاه خطوه خطوه لانه هو سال السؤال. كم حل ممكن؟ كان ممكن انت تقول مش A B C D، كان ممكن اقول لو بديت في A دائما ايش ممكن اقول؟ ممكن اقول A B C D، او ممكن اقول A C D B، او ممكن اقول A C B D مضبوط؟ او ممكن اقول A C D B C، او ممكن اقول A C A D عفوا B C، او A D C B. شوف ممكن تبدا باي واحدة من المدن، ممكن تبدا في A او B او C او D مزبوط؟ اختار واحدة من الهاي اوكي. بعدين وين ممكن تروح اذا انت في A؟ هل تقدر تروح على A من A؟ وين لازم تروح؟ يا بتروح على B يا C يا D مزبوط. بس اذا انت في B وين ممكن تروح؟ على A او C او D مزبوط. او اذا انت في C وين ممكن تروح؟ على A و B و D. واذا انت في D وين ممكن تروح؟ A أو B أو C، أوكي؟ هلا لاحظ أنت هون بديت من A B C D. هلا ممكن كنت تروح على B C D A C D A B D أو A B C، مضبوط؟ بس إحنا ما خلصنا.
ايش المدن اللي بعدها ممكن تروح؟ لو انت كنت مقرر تروح A B، ايش بعدين عندك ضل خيارات؟ اذا كم خيار ضل عندي؟ C او D، مش هيك؟ لو كملت كم واحد راح يطلع منهم من هون؟ هلا لما انت رحت على A B C، شو ضل عندك الخيار الوحيد الاخير الممكن؟ D، مش هيك؟ ما في عندك غير D، مزبوط؟ وهذا نفس الشيء راح ينزل منه واحد. اذا اطلع كل واحد من النهايات هذول هي عباره عن possible journey، مزبوط؟ هاي تري على فكره. اوكي هاي ممكن اعمل A B C D. الطريقه حتى تعمل ليستنج لهم كلهم اسهل طريقه تفهمها هي التري. اعمل التري من هون، هذول كم واحد راح يطلعوا معي؟ لاحظ عندك هون هي ثلاثة، مزبوط؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بس احنا كم واحد بدينا؟ ففي عندي اربع فروع من الشجره، كل فرع من الاربع فروع كم طلع منه كم واحد؟ ثلاثة. وكل واحد من الثلاثة قديش طلع منه؟ اثنين. وكل واحد من الاثنين قديش طلع منه؟ إذا عدد الفروع كلهم في النهاية قديش؟ لا بدي هوي أربعة في ثلاثة. هاي واضح عندك شجرة، شو شجرة ضخمة مرتبة فيها أربع فروع ضخمة، كل فرع من الأربعة طلع ثلاثة، وكل واحد من ثلاثة طلع اثنين، والاثنين بعدين خلص كل واحد منهم كمل في صف هذا فرع واحد، مظبوط؟ إذا هي أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، وهي selection of four out of four. بس الترتيب مهم. طب لو الترتيب ما كانش مهم، لو قلت لك كم طريقة ممكن تزور A B C D، بس ما يهمنيش بالترتيب اللي بتزوره فيه. فهمت السؤال؟ ايش؟ طريقة واحدة. كيف ممكن اختار أربع مدن من أربع مدن؟ ما فيش غير طريقة واحدة، بس كيف ممكن اختار مدينتين من أربع مدن؟ ممكن آخذ A و B أو A و C أو A و D، مظبوط؟ أو B و C أو B و D أو C و D. إذا الترتيب مش مهم. اوكي ماشي واضحه هاي الكل فاهمين هاي طريقه التري احيانا بتساعد الانسان انه يفهم بشكل احسن هلا ليش هذا مهم اللي احنا بنشرح فيه اللي بحكي فيه لانه انت احيانا بدك تحاول تقدر عدد البوسيبل سوليوشنز للمساله والمساله هاي ممكن تكون زي هون بنسميها نون ديترمينستيك بولينوميال هارد بروبلم ان بي هارد بروبلم هاي مشهوره جدا بالرياضيات المسائل ان بي هارد بروبلمز هي المسائل ات جروز اكسبوننشلي وذ اكس او وذ بي مش بولينوميال مش n to the 2 مثلا مش مع سكوير مربع الرقم او مكعب الرقم it grows exponentially with n فالرقم بصير هائل جدا بس يصير عندي 10 مدن او 11 مدينه بصير عندي رقم كبير جدا ليش جيد انك تعرفه لانك انت بتعرف عدد البوسيبل سوليوشنز بعدين بتصير تقارن الكلاسيكال ميثود بالميثودز اللي هون وبتشوف قديش اخذته هذا ممكن يحلها مثلا ب 50 جنريشنز يحله يعني 50 كالكوليشنز والجنريشن متذكرين شو الجنريشن بدي اطلع اوف سبرينج initial generation وبعدين اعمل له كروس اوفر متذكرين واحسب الفتنس تبعته واكمل 50 مره واحد و50 مره تقريبا انا بطلع جواب والجواب هذا احتمال كبير يكون قريب من الاوبتيمم في حين لو بدي احسب هون عددهم بيطلع عندي 50 فاكتوريال اللي شفته المره الماضيه قديش كانت 50 فاكتوريال 3 times 10 to the 64 اظن مش هيك انتم طلعتوها اوكي ماشي جيد هاي انكم تقدروها